احتفل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بتخريج طلبته لفرع مدينة رام الله بعد الاحتفال بتخريج طلاب فروع القدس ونابلس وبيت لحم، ليكون الختام مع طلبة مدينة رام الله. كتير أهم للطلاب، يعني بودوا بعض دائما آخر السنة، بنقدم جديد اللي سويناه كل سنة. احنا هون بنسعى للتطوير، فهذه حفلة اليوم قدمنا فرقة الجاز اللي احنا بلشنا بالعمل لقسم الجاز، وفي غناء الأطفال لفرقة نسان الأطفال الغناء، وفي الفرقة الشرقية هاي اللي عمالة بتعرض هلأ. المعهد بلش في 93، كان عدد الطلاب 40 طالب، اليوم في رام الله. طبعا اليوم فرع رام الله لحاله في 270 طالب، عندنا 5 فروع: رام الله، القدس، بيت لحم، نابلس وغزة، وفي عنا برنامج أوتريتش بالمناطق النائية اللي الطلاب ما بيقدروا يوصلوا المعهد. معزوفات ومقطوعات إبداعية أداها الطلاب أمام ذويهم ليؤكدوا ويظهروا المواهب التي تمرنوا عليها واكتسبوها خلال فترة تعلمهم في المعهد، حيث عزف البعض على آلات موسيقية في حين عزف البعض الآخر مقطوعات منفردة في جو من التناغم بينهم. كتير مهم بالنسبة لأنه هاي آخر سنة إلي في المعهد، وصلي زي كتير اشتغلت على حالي مشان أوصل لهاي المرحلة، وكان إشي كتير حلو إنه أخوض بهاي التجربة إن أعزف لحالي على مسرح فيه كتير ناس عم بيحضروا، فكتير إشي حلو بالنسبة لأنا بالنسبة لي كمان مشارك لأول مرة أعمل هيك حدث. يشار إلى أن المعهد قد باشر مؤخرا بالتحضير لإقامة 6 مخيمات موسيقية صيفية تبدأ مع جوقات السنون، وتختتم المخيمات الصيفية مع مخيم أوتار فلسطينية. راما يوسف، تلفزيون وطن.